إذن دشن المنتخب الجزائري لكرة القدم مشاركته في كأس العرب برباعية كاملة في شباك المنتخب السوداني، نتيجة أكد من خلالها محاربو الصحراء نيتهم في الذهاب بعيدا في هذه المسابقة. في أول امتحان لأشبال الماجيك ماجد بوغرة كانت البداية واضحة لتحقيق اللقب دون سواه، والسير على خطى جمال بالماضي ومواصلة نثر السعادة على عشاق محاربي الصحراء. حدث كل هذا داخل المجموعة الرابعة ضمن الجولة الأولى التي التقى فيها الخضر بالمنتخب السوداني، حيث أبدع المنتخب الجزائري وفاز بالبنط العريض على السودان برباعية كاملة كشفت عن نوايا الأفناك في حصد ذهب البطولة. البداية كانت عند الدقيقة 11 عندما افتتح بغداد بنجح عداده التهديفي، ليعود مرة أخرى عند الدقيقة 37 مضيفا هدفه الثاني، ليتواصل بعدها مهرجان الأهداف حين حاد صخرة الدفاع جمال الدين بالعمري ليضيف الثالثة عند الدقيقة 34 قبل أن يستغل العربي هلال السوداني خطأ فادحا من مدافع السودان ليضيف الهدف الرابع مع بداية المرحلة الثانية التي ساير فيها أشبال الماجيك المباراة بحنكة أثبت بها حضورا ذهنيا مميزا انعكس على اللاعبين فوق أرضية الميدان. وبهذه النتيجة تتصدر الجزائر المجموعة الرابعة بفارق الأهداف مناصفة مع مصر الفائزة هي الأخرى على نظيرها اللبناني.